ومن المقاطع التي تصدرت محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة الكويتية شمس، والتي ظهرت بمقطع فيديو وبحسب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنها تستهزئ بطريقة احتفال الشعب العراقي، مما دفع المتواجدين على السوشيال ميديا مشاركته بإطلاق كمية كبيرة من التعليقات وردود الأفعال الغاضبة اتجاه الفيديو. لتفهموا ما أقصد دعونا نتجه ونشاهد الفيديو سوياً. ما شاء الله في العراق، إيطاليا مو محتفلة في رأس السنة كذي. إيطاليا روما مو محلا روما لأنهم الفاتيكان هناك مو محتفلين في رأس، ولا عندهم هالكثر شجرة أعياد ميلاد تبارك الله. ما شاء الله كلكم هابي نيو يير عراقيين. والله هذا دليل ان الناس تبي تفرح باي شيء، حتى لو مناسبه ما تخصها، يعني حتى لو ما له خص فيه وراس السنه هو ما له خص فيه، زين بس بيحتفل. ها كلامي مع الاذان، الله اكبر، يبون بس يحتفلون حبايب قلبي. يلا تعالوا الحين بننقي سمك مسقوف، انت شفت ايش حاطه على راسي؟ بعدين اشرح لكم ليش، هذه لما احطها انا ابدع اجيب اشياء جديده لكم. مشاهدينا، هذا الفيديو الذي أثار سخط العراقيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أما كيف كانت ردود الأفعال، دعونا نتابع جزءا منها عبر انستغرام. نبدأ بفيلق والتي علقت تقول: مع الأسف أصبح الذي يسوى والذي لا يسوى يتغشمر على العراق من كثرة المهازل. أما التعليق التالي مشاهدينا كان لناهدة والتي علقت تقول: فعلا علامة استغراب في محلها، لأنك ما تعرفين العراقيين صح، شعب يحب الفرح، يحب الوناسة. التعليق الأخير مشاهدينا على فيديو شمس كان لماهر والذي علق يقول: هذه احتفالات رأس السنة الميلادية يا ناصحة، وليس لها علاقة بعيد المسيح عليه السلام، أي أولاً. ثانياً العراق بلد الحضارات والأديان من آلاف السنين، وهذا متعارف عليه. مشاهدينا، هذه كانت التعليقات حول فيديو شمس.